شبخالد نيكول سابا لجنة تحكيم برنامج نجم الشعب. المغنى الشعبي وحلاوته في برنامج اكتشاف المواهب الجديد نجم الشعب. برنامج برعاية السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. طيب عارفين كالعاده يوم الثلاث يعني اكلات شعبيه، اكلات شعبيه يعني اكل حرشه كده الواحد ياكل ويبقى مبسوط ونغمس بالعيش، مش شرط يكون في طبخ. هو كله طبعا اكيد طبخ، ولكن المطلوب في الاكلات الشعبيه او الشرقيه لو هنعملها في البيت نعملها بشكل يكون ليه تراث شويه. طيب وضح لي اكتر ايه اللي عندك عشان جاي النهارده اعمل اكله كده حلوه. فواكه المذبح بس بالطريقه البيتي النظيفه. تاني فواكه المذبح بالطريقة البيتي النظيفة، قبل أي كلام لازم تكون نظيفة، هو ده شرط الوحيد عشان أشتغل فيها، لازم أعملها مظبوطة عشان تتاكل تبقى ليها مزاج، واللي ياكلها ما بياكلهاش كل يوم يبقى عارف إن الأكل معمول على مزاج. طيب جايب عندي رقم واحد كبدة، هعملها لكم بالردة دي اللي ملوش في الطواجن أو في اليخني، وجايب عندي كمان حلويات هعملها طاجن كده مشكل. حلويات اللي هي عبارة عن إيه؟ مثلا تكون مثلا فيها الفشة، فيها الكبدة، فيها كمان الكلاوي، فيها كمان الحلويات، أيا كان الموضوع ده هيتعمل طاجن بس يكون معمول بشكل نظيف وأهم شيء. طيب رقم ثلاثة عندي كمان الطحال، ولكن مسلوق سلقة نظيفة وهيتحمر بجوز الطيب ومية البصل عشان يبقى متطعم، وعندي كمان صينية سجق شرقي بالبطاطس، وعندي كمان سلطة بتنجان مشوي معمول مع الخضار المشوي زي ما حضراتكم شايفين، حط عليه طحينة وتروق بالشطة ويبقى زي الفل وتمام تمام. الموضوع ما فيهوش صعوبة، ولكن عايزين نتكلم بالتفاصيل. التفاصيل على الكبده لما تتعمل بالرده تتبل ازاي، واهم شيء التقطيع بتاعتها، تفاصيل كتير هنتكلم مع حضراتكم، بس نطلع فاصل صغير جدا بعد الفاصل نشوف اخبار حلويات المذبح عامله ايه. اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب اللي بطلعه على الشوايه دوت حبه خضار كده مشويين متبلين، حبه ملح وفلفل كده، هحطهم عندي جرنش في الاخر بيني وبينكم، لان الاكل الحرش دوت لازم يتلمع كده يبقى شكله حلو كده عشان خاطر الواحد وهو بياكل يكون مطمئن وحاسس طبعا الامان في الاكل. بمعنى ايه الكلام ده يا استاذ، وليه بتركز قوي على الكلام ده؟ والله ناس كتير قوي بتحب تاكل الاكلات الشعبيه بتاعتنا دي والشرقيه بس بتخاف منها. في اماكن كتير بيبيعها طبعا، ولكن انا مش عارفها مثلا، او عمري ما رحت اكلت في الشارع او ايا كان الموضوع، ولكن الامان في النظافه في الاكل بالذات. عامه الاكل لازم كله يكون نظيف، بس النقطه دي بالذات انا بتكلم عنها كتير، فكره حلويات المذبح، فواكه المذبح، تركيبه الممبار، الفشه، الطحال، النفوس، الكبده، الكلاوي، الحاجات دي لازم اجيبها من اماكن تكون متظبطه كويس او لو جاهزه. طيب لو مش جاهزه هعملها في البيت، نعملها بالطريقه اللي بتكلم عليها بقى دلوقتي مع حضراتكم بشكل يكون نظيف وهو ده المطلوب. طيب قول لي هتعمل ايه بقى النهارده؟ والله هعمل اربع اطباق ان شاء الله اسهل من بعض. رقم واحد عندي يخني او طاجن
من حلويات المذبح. يتكون من ايه بقى الطاجن ده او الطبق دوت؟ ده غير كبده وكلاوي اللي هو المزلكه، غيره خالص. الطاجن ده بيتكون من الحلويات. طب معلش قول لي ايه الحلويات عشان ساعات مش انا مش عارفها. الحلويات دي بتبقى هي يعني الجزء اللي عند الرقبه بس، بيكون يعني هو الحلويات يا اخوانا انا مش عارف اقولها ازاي، بس الحلويات اللي هي الجزء اللي عند رقبه البقره الصغيره بيبقى ليها حلويات كده اسمها، ده المعروف يعني، والزور وكمان الفشه والطحال والكلاوي والكبده والنفوس، كل التركيبه دي كلها. طيب هعملها بطريقه حلوه ان شاء الله تعجب حضراتكم. وعندي كمان الطبق الثاني، عندي الطحال مسلوق سلقه كويسه جدا، او الفش طبعا الاثنين موجودين عندي مسلوقين سلقه كويسه جدا ومقطعين، وهبدا اشوحهم مع تتبيله حلوه عشان تكون في السريع كده. طيب لو انا ما باكلش الكلام ده بقى، يعني لو انا قاعد في البيت ومامتي وبابايا بياكلوه او اخويا الكبير بياكله، لا انا هعمل ايه؟ لا يا سيدي عشان مش هقدر ازعلك، هعمل لك كبده برده، طريقه سهله جدا وبسيطه، ودي اول حاجه هعملها عشان تتبل كويس. وهعمل لك كمان سجق شرقي بس صينيه بالبطاطس، تاكلها بالعيش تاكلها بالرز اللي انت عايزه. طيب نخش مع بعض بسم الله في اول طبق. هتبل الاول الكبده، عشان الكبده لازم تاخد لها وقت شويه في التتبيله وتبقى بالطعامه كويس. هنجيب الاول معلقه صغيره كده ونشوف الامور واحده واحده. انا جايب عندي رقم واحد هنا، دي الرده زي ما حضراتكم شايفين، الرده اهي. هبدا الاول هجيب بوله فاضيه واتبل فيها الكبده. جايب عندي معلقه صغيره بسم الله الرحمن الرحيم، ادي الملح وادي الشطه، معلش هي سبايسي شويه، وادي عندي الكمون ماشي الكلام، التوم باودر والبصل باودر، حبه كزبره ناشفه، كله معالق صغيره ماشي، بسيط قوي 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 من جوزة الطيب مش كتير ماشي الكلام. طيب لحد كده احنا تمام. عندي بقى هنا اربع ليمونات مثلا، ليمون كتير، ليمون طبعا انا يعني عصرينه كل حاجه، ولكن اخر واحده اهي هوريها لكم، وهعمل كده وهسيب الليمونه هنا كمان واحده، ادي الليمون اهو كده اهو تاني بايديا عادي جدا كده، وهسيبها هنا في التتبيله ماشي الكلام، ومعلقه خل. حلو الكلام كده كده، انا اعتقد الامور واضحه. فلفل اسمر طبعا لازم، فلفل الشوايه دي خلاص، وازود فلفل اسمر، عايز اتبل الحاجه صح، مش هحط زيت. ليه مش هحط زيت؟ عشان كالعاده عارفين لو حطيت زيت هيعمل عازل ما بين الدقيق او ما بين الرده، فخليني اكون ماشي في الامان احسن. طيب ايه تاني بقى؟ معلقه توم فريش لو بحب الهريسه ومتوفره في البيت، اللي هي الفلفل الحار مع الليمون برده نفس الكلام كده. على ما اظن انا عامل تتبيله عاليه جدا، ما فيهاش حاجه خالص غير بس ان انا اتبل كويس بالشكل دوت اهو. بص يا هواري التتبيله عامله ازاي؟ ماشي الكلام. واجيب عندي كميه الكبده بتاعتي، جايب عندي مثلا نص كيلو كبده. طب ممكن معلش يا شيف قبل ما تحط الكبده في التتبيله وريني شكلها، عشان ما اعرفش يعني ممكن تمشي مطرح الكبده اسكندراني ولا تمشي مطرح الكبده المشويه. لا هي تمشي كده اهي، ده الحجم المطلوب، كبده بلدي بالشكل دوت مقطعه كبير، واحنا عند الجزار بنقول له هعملها بالرده اهي. واحده ثانيه اهي كمان اكبر، وهو ده المطلوب بالشكل ده، كبده بلدي فريش زي ما حضراتكم شايفين، ما فيهاش صعوبه خالص. اهم شيء تكون متقطعه التقطيعه اللي تستحمل التحمير. هقلب كويس قوي، باين الريحه من دلوقتي، وهو بقى اساسيات الاكل زي ما احنا عارفين ان انا شغال اعمل حاجه ليها ريحه وليها طعم. حطيت الليمون بقشره بعد ما عصرنا الليمون تمام التمام، عشان احس ان فيه يعني مزازه الليمون، هو ده المطلوب اهو كده، ونسيبها خالص. بعد ما اخلص تتبيلتي الرد عندي وش وظهر، وادخل عندي على القلايه بس يكون زيت سخن جدا، ده اول شيء. سيبها شويه ربع ساعه ولا بتاع عشان احس برده بالطعم واستفيد بالطعم بتاعها كده كويس، يكون داخل نخشيش كده. طيب ده اول طبق. الطبق الثاني هعمل مع حضراتكم صينيه البطاطس. انا بعمل الاول، اللي ما بيحبش النفوس وفواكه المذبح يبقى دخلنا الاول في الحاجه اللي هي تتقبل على طول على السريع، وكمان تكون سهله في تسويتها. جايب عندي طاسه فاضيه وطاسه ثانيه فاضيه، سخنين الاثنين اسخن من بعض، وجايب عندي بطاطسايه بس حاططها في ميه اصفيها. حاططها في ميه ليه؟ عشان خاطر طبعا البطاطس عامه او بعض النشويات لما بتتساب بعيد عن الميه بعد ما تتقشر بتسود، زي البطاطس زي البطاطا، حاجات كتير جدا لازم نهتم بيها شويه بقى برده يكون الموضوع تمام. طيب نجيب السجق الاول بسم الله، من غير ولا ندعه زيت، من غير اي حاجه في الدنيا اهو كده، ونسيبه كده بالشكل ده، سيبه دقيقتين هنشوف فيه ايه الموضوع. طيب هتعمل انت بقى ايه بقى يا سيدي؟ والله هجيب عندي الاول واحده واحده كده ونشوف ايه التتبيله اللي انا هعملها.
ادي بوله فاضيه وادي البطاطس ماشي الكلام. وهبدا كمان ادور على كمان فلفل حار وفلفل اخضر او يعني براحتنا فلفل اخضر وكمان فلفل حار لو حبيت. بصلايه في الشياكه كده ماشي الكلام. مكعب واحد زبده وممكن بلاش براحتي. واجيب عندي الفلفل الهريسه بتاعتي والثوم. زود شويه حاجتنا كده ونتبل الامور. ورق غار اهو عشان يبقى في طعم وفي ريحه. حبه بهاراتي بقى اولي ملح واظبط من دلوقتي تتبيلتي وكمون وحبه كزبره نفس المقادير اللي حطيناها لكن بكميات اقل شويه. حبه هل لو حبيت مطحون ماشي الكلام. فلفل اسمر لازم كده والكلام ده كله يتقلب على السريع. الزبده ليه حطيتها يا سيدي؟ انا بس عايز اطعم الامور مش عايز اكتر من كده. وممكن ما احطهاش على فكره ده براحتي يعني ممكن لو مش عايزها ما احطهاش براحتي خالص. طب ممكن تحط طماطم؟ طبعا ممكن احط طماطم فريش او عصير اللي نحبه لو ده موجود او موجود. انا هعملها النهارده صينيه فالصينيه دي هنشوف هتتعمل ازاي وهي اصلا مش محتاجه مني تسويه كتير عشان كده انا حطيت كله مع بعضه. انا برضو ناصح شويه ان احنا قطعنا البطاطس رفيعه جدا فسويتها بتسويه البصل ما عملتش اكتر من كده. حلو الكلام كده احنا كده ماشيين واحده واحده. طيب تعال نبص على الطاسه اللي حطينا فيها السجق من غير نلعت ميه ولا زدت زيت. بص كده يا شفيق اهو شايف ايه قدامك؟ ها الله ينور عليك. ولا احب الاخراج يكون مصحصح معايا كده. قال لك نزلي الزيت لوحدها. هي ما نزلتش الزيت ولكن نزلت الدهون اللي فيها. طب ممكن واحده واحده تقول لي ليه؟ عايز اوضح بقى. السجق الشرقي ده بيتعمل عند الجزار فالجزار بيحط لحمه واللحمه متبله وما اجيبش من عند اي جزار ولا عند اي حد لحمه متبله ولا بجيب من عند اي حد حواوشي متبل ولا همبرجر متبل ولا سجق محشي متبل ولا ممبار متبل. لا ما اعرفهمش اجيبهم ليه؟ والله لو قاعد في اخر الدنيا ما اعرفكش اشتري من عندك ليه؟ ما انا ما اعرفكش حتى لو واقف طابور ما اعرفكش. لازم اكون عارفه كويس جدا واثق فيه جدا لان دي حاجه انا مش شايفها انا مش عارفها. يا ريت تيجي على قد كميه اللحمه قليله والبهارات كتير او البصل اكتر ويا ريت ممكن تيجي على اساس ان هي فيها كمان فول صويا يبقى افضل لي واحسن لي. يعني لو انا بشتري اللحمه المفرومه على اساس ان هو كيلو طلع حاطط لي ربع كيلو لحمه وثلاث اربع كيلو فول صويا انا مستفيد والله. ولكن ما اشتريش اللحمه على اساس ان هي لحمه بلدي تطلع مش بلدي. ده هنا اول خطر. اول حاجه يبيع لي كيلو السجق ب 40 جنيه مثلا او ما اعرفش شامله كام على اساس ان هو كده وانا كمان باكل فانا بعرف او هشوف الطعم مختلف او فاحس ان انا اتضحك عليا. دي حاجه مش حلوه او مش لحمه خالص حاطط دوبريه شغل ما تعرفش. فلازم اكون باكل من عند حد موثوق فيه. الجزار بتاعي موصي على السجق بتاعي اللحم المفروض بتاعتي اللي انا عايزه كله واشتغل بيه. انا عارف ايه اللي هيحصل هيكش مش هيكش هيبقى طعمه حلو مش طعمه حلو ملح زياده ملح قليل لان هو متبل. فخلينا في الامان احسن عشان نبقى عارفين بنعمل ايه. بصوا حضراتكم عامله ازاي. طيب انا بقى عندي حركه كده خبيثه شويه بتاعت الطباخين هعملها دلوقتي. شايفين الدهون عامله ازاي معايا هوري؟ انا بقى هعمل ايه بقى دلوقتي يا سيدي؟ هجيب بوله فاضيه اللي كان فيها ميه البصل ميه البطاطس عفوا واعمل كده. مش عايز الجريفي ده تقيل عليا يا سيدي تقيل دهن كتير ما هو ده نتيجه الدهون. طب قول لي الدهون جت ازاي؟ الجزار بيروح عامل ايه؟ جايب اللحمه وراح مديها حته ملبسه عشان تربط معاه من المفروم. فلما يكون حته ملبسه دي زياده عن اللزوم بحس ان انا دهنها كتير فالدهن ده مش عايزه. اهو هو ده شايفينه يا شباب مش عايزه. طب هتعمل ايه بقى؟ ولا حاجه. هجيب حاجه حلوه قوي هجيب عندي معلقه خل وهحطها هنا كده على السجق اللي انا عملته واحده كمان هنا ماشي الكلام واضح اهو. وارجع تاني على الطاسه. شفت بقى انا مش عايز ايه؟ معانا ولا مش معانا؟ طيب ده انا مش عايزه مش محتاجه خالص متشكرين على كده. هعمل ايه بقى تاني؟ هجيب عندي معلقتين ميه كده بس كده متشكرين. انا كده زي الفل. عملت ايه؟ ولا في زفاره ولا في دهون كتير وحبه الميه هيكملوا التسويق اللي انا محتاجها وزي الفل ومفيش اي حاجه خالص. بص بقى هنا اللي هينزل ايه بقى؟ ميه
باللي موجود. طيب يا مدام فاطمه صباح الورد. صباح الفل. الو 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 صباح الفل، ازي حضرتك؟ ازيك يا شيخ هيناء؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. ربنا يخليك يا فندم، اهلا وسهلا بيك، تحت امرك. انا اول مره اشارك مع حضرتك، عامل ايه؟ ده شرف ليا يا فندم، ربنا يخليك. كله زي الفل الحمد لله، والله ربنا يخليك. الحمد لله. ايه الاخبار؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. بتاكل فواكه المذبح ولا لا؟ ويخليك يا شيخ هيناء. انا مستمع كويس. الو. ايوه يا فندم كده كويس، اتفضلي. بقول لك يا شيخ هيناء، عايزه اعمل طريقه فراخ بانيه بس طريقه جديده مش اللي انا متعوده عليها. طب معلش يا فاطمه، انا اسف بس يا جماعه انا مش سامعها خالص خالص، فعلوا شويه السبيكر او الصوت عشان انا مش سامع، اكيد ما صدقتش. بس انا عايز اعمل طريقه فراخ بانيه بس. طريقه فراخ بانيه؟ ايوه. مالها بقى؟ طريقه جديده. طيب قولي لي يا فاطمه انت بتعمليها ازاي؟ عايز اعملها بطريقه جديده. لا انت كنت بتعمليها ازاي؟ بعملها الطريقه العاديه اللي هو الدقيق والبقسماط والبيض واللبن. أيوة. وكلام من ده. طيب ماشي حاضر، وايه كمان تاني؟ الو. انا عايزه بقى اعملها بطريقه جديده. حاضر ماشي الكلام، وايه كمان؟ بس يا شيخ. طيب حاضر، بشكرك جدا، تحت امرك، شكرا جدا ليكي. طيب حاضر يا فاطمه، هقول لك على طريقه جديده للفراخ البانيه، بس الطريقه تكون سهله لحضرتك. طيب انا حطيت وانا بتكلم مع فاطمه الخلطه كلها اللي عملتها مع حضراتكم في الطاسه، تاخد من طعم الطاسه واحطها عندي في الصينيه. طيب بعتذر لك يا فاطمه، معلش وبعتذر لحضراتكم ان بجد والله مش سامع، ما ينفعش اقول اه نعم طبعا حلو جميل بشكرك وانا مش سامع، عيب مش صح طبعا، فمعلش الصوت بس كان واطي. طيب انا قلبت كله مع بعضه. هنا لو عايز ادي طماطم هدي طماطم، عايز ادي عصير طماطم ما عندي موجود اهو، حبه كده اهوت، ماشي الكلام، وانا عامل ايه كل ده كله مع بعضه كده اهوت، مقلب وجايب عندي صينيه فاضيه او طاجن او اي حاجه بنحبها كده، وجايب الكلام الحلو ده كله وعامل كده بسم الله اهو، ومتشكلين على كده. ده كله يتساوى كده، صينية سجق بالبطاطس ويدخل الفرن، مش محتاجة مني أي حاجة خالص، كله موجود وكله متبل وكله واخد تسويته المضبوطة، وخدنا وقتنا في تسوية السجق وتمام التمام. طيب كده أنا فاضل عندي الطبق التالت، الطبق التالت هو ما فيهوش قصة كتير ولكن فرق التسوية، هستغل الطاسة اللي كنت شغال بيها للسجق وهبدأ دلوقتي أشتغل بيها تاني وأبدأ أشوح واحدة واحدة اللي كنت شغال بيه مع الطاسة التانية. يعني كله من ده على بعضه زي ما بيقولوا شويه. طيب الطاجن ده ليه 500 طريقه، في ناس بتحب تعمله محمر مع اللحمه لحمه راس، وفي ناس تقول لك لا احب اعمله مع لحمه مفرومه كور، وفي ناس تقول لك لا احب اديله ليا، وفي ناس تقول لك لا احب اشوحهم كلهم على بعضهم في الزيت. ففي ليه 500 طريقه، انا عايز اعمل اسهل طريقه وانضف طريقه لاي حد في الدنيا يخش يعملها، او لما يكون دابح يتجرأ يخش يعمل الاكله دي يكون حاسس بالنظافه وهو ده المطلوب. طيب الطاسه الفاضيه هي موجوده، هدي معلقه زيت عادي كده ماشي الكلام، يسخن كويس جدا عشان عايز الصدمه. ليه الصدمه؟ طيب هقول ليه الصدمه، لان انا هو الصح والمظبوط اي حاجه من اللي موجودين قدامي دول عايز ما يكونش فيها ميه. ليه؟ لو الميه جت زياده على اللزوم احس شويه بسنه زفاره، انا مش عايزها دي بقى. فالصدمه السخنه مع التتبيله المظبوطه اللي هي دي بقى، فلفل اسمر في البدايه ماشي الكلام اهو، وفص ثوم عليها كده على طول اهو ماشي الكلام، حبه شطه هنا بقى تتبيله معتبره، حبه كمون مش كتير ما بزودش في التتبيله اهو زي ما حضراتكم شايفين قليل كده، وحبه كمان ثوم زياده ماشي الكلام، ولو حبيت هريسه براحتي معلقه، لسه ما حطيتش حاجه ثانيه، لسه هتبلهم الاول هنا وانزل واحده واحده وبعد كده هنشوف ايه اللي هيحصل. هطلعك فاصل بس اخلص اللي في ايدي. الزيت سخن والتتبيله حطيتها، هقلب كويس جدا واحده واحده، كلهم بياخدوا معايا دقايق في التسويه عامه، وانا بالنوع اللي بحب اعملها جوسي شويه. جوسي بايه بقى؟ بحبه بصل. طب البصل الاول ولا هم الاول؟ لا هم الاول عشان عايز الصدمه اهو، بسم الله ماشي الكلام، ونبدا نقلب فيهم تقليبه حلوه على طول بالشكل دوت اهو ماشي الكلام اهو،
هنا بقى ايه اللي بتكلم عنه؟ التحمير، التشويح. بصوا السخونيه الطاسه ساعدتني كتير جدا. بصوا الشكل اللي عامل ازاي، ما كملناش دقيقه لسه. بصوا الموضوع ماشي عامل ازاي، ما فيش، هو التشويح ده مطلوب. وانا شغال اجيب عندي بصلتين كبار وابدا انزل بيهم كده اهو، بصل مفروم ماشي الكلام. وعندي كمان في النص كده هبدا اجيب عندي فص توم تاني اهو، وكمان ورق اضغار بسيطه مش كتير، وهسيب كل حاجه تمشي مع نفسها. ده هيتشوح شويه مش هياخد كتير. وهنا فلفل حار عندي نفس الكلام اهو، واسيبهم هنا الفلفل الحار مع البصل ومع فص الثوم يتشوحوا شويه براحتهم. وده اول ما احس ان خلاص بص الشكل باين اهو، اهو معانا يا استاذ، بص الشكل عامل ازاي. وهو ده اللي عايز اعمل كده، اشم وما بقاش حاسس ان في حاجه مضايقاني. الحلويات المذبح لازم تعمل بنظافه، المقصود من الموضوع ان انا اعمل اي حاجه انا عايزها بنظافه، وهو ده المطلوب. ده هياخد له 5 دقايق لوحده، ويكون دخل سوتيه براحته تمام التمام. احط ده على دوت ودخل كله في طاجن من غير صلصه ولا اي شيء في الفرن. وكمان بالمره قبل ما اطلع الفصل، معلش هواري، هعمل واحده كبده بس نشوفها عامله ازاي، ونسخن القلايه عشان خاطر نظبط الامور. بصوا حضراتكم القلايه فيها ايه؟ زيت غويط ونضيف، ده اهم شيء، يكون الموضوع معانا في النظافه. يا ام احمد صباح الورد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ يا ابني اهلا بيك يا ماما، عامله ايه؟ بالظبط والله انت زي ابني بالظبط. الله يخليك يا ماما، ده شرف ليا والله يا امي. انسان محترم ووالدك محترم. الله يخليك يا حاجه، علمتني، انا عمري 65 سنه. ربنا يديك طول العمر والصحه والسلامه يا رب. الله يخليك يا امي، وعلمتنا كتير والله. ده لا ما تقولوش كده، العفو يا امي، انت تعلمينا طول العمر. الله يخليك، ربنا يزيدك من نعيم الله وصحتك يا رب والدنيا عندنا. الله يخليك. امريني امر يا ماما، عندي حاجه شخصيه عايزه تليفونك بعد الهوا. طيب ممكن تسيب رقم تليفوني في الكنترول بعد اذنك؟ ماشي. واوامرك يا امي. بقى تقول لي بقى ايه على، انا يعني عايزه اجيب ارانب وعايزه اعملها. عايز تجيبي ارانب وعايز تعملي عينيا الاثنين؟ حاضر. تعرف انت الوحيد اللي علمتني ان لما تيجي الكبده يتشال الغلاف من عليها. اه طبعا والله انا ما كنتش بعمل كده، بس انت الوحيد لا اللي لازم الكبده يتشال الغلاف من عليها، والسبيت كمان من زمان بعملها والله. لا انت ديك طول العمر والصحه والسلامه، الله يخليك. دي اصول المهنه، ما ينفعش نحرف فيها، النظافه نظافه. هعمل ايه بالغلافه اللي عليها؟ لازم يتشال. ايوه ما بقول لك انت الوحيد اللي علمتني صراحه بقى. لا ده انت تعلميني يا ماما كل يوم. الله يبارك لك، ربنا يخليك ويديك الصحه. عينيا هكلمك بعد الهوا وتشوف موضوع الارانب اللي انت عايزاه تحت امرك. بشكرك جدا يا امي، شكرا جدا ليك، وهكلم حضرتك ان شاء الله بعد الهوا، واللي انت عايزاه نعمله ونوديه لحد باب البيت، مش بس نقول لك المقادير، تحت امرك. طيب انا تبلت الكبده وسبتها شويه تاخد وقتها، وهو ده المطلوب. هنا بعمل الرده. بصوا يا جماعه الموضوع اهو باين جدا. معلش انا جايب الكبده كبيره النهارده عشان انا عايز البركه فيها تكون كده، لانها هتتحمر هتكش، فعايز امسك حته كبده كلها احطها في رغيف عيش بلدي كده مع جرجير مع ليمونه، يعني اروق بالي برده. معلش انا ماليش في الطواجن دي يا سيدي، بس يعني ما دام انت قدرتنا النهارده وعملت لنا طبق تاني يبقى اعمله صح. فانا حبيت بصراحه ربنا ان انا اعمل الطبقين الزياده عن موضوع فواكه المذبح يتعملوا صح. اهي يا استاذه رضوى، ركزي في الكبده دي بعد ما عملت بالدقيق او سوري بالرده بالشكل ده. هعمل ايه؟ هسيبها شويه واطمئن الاول على الزيت يكون سخن لسه شويه، لازم يكون بيغلي كويس قوي ويكون مستوي مظبوط. يعني ايه مستوي؟ على نار هاديه، مش معلين عليه الشغل كله مخليه زياده على زوم. هنا ده خلاص هعمل كده وهقلبهم مع بعضهم واطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نحمر الكبده ونعمل كمان الطبق الاخير مع حضراتكم، الفشه عفوا الطحال وكمان السلطه بعد الفاصل. اتفضل. اهلا بيكم مره ثانيه مع الام هنيه. طيب قبل الفاصل كنا احنا مدخلين طبقين الفرن وطبق في القلايه. الطبقين في الفرن هي صينيه البطاطس بالسجق الشرقي، والطبق الثاني هي حلويات المذبح بس دخلناها في الطاجن بتاعها ببصلتها بكل الحبشتكنات وسبناها جوه الفرن. والطبق الثالث بنحمر الكبده ونطلعها على جرجير عشان نمتص شويه دهون ونعصر عليها سنه ليمون وناكل بالهنا والشفا. الطبق الرابع هعمل دلوقتي مع حضراتكم الطحال، واحنا زي ما اتفقنا سالقينه.
الطحال ما هياش قصه في سلقه، ولكن في حرص شويه اهو زي ما حضراتكم شايفين، مسلوق سلقه نظيفه وطالع كمان على ميه ساقعه عشان ياخد الصدمه من السخن للبارد ويبقى معايا كويس في التقطيع، وهو ده المطلوب. اطبع حضراتكم ونحمره براحتنا واحده واحده مع سنه زيت بشكل بسيط جدا، ويتحط عليه جوز الطيب. متشكرين. طيب الطبق الخامس هيكون في الاخر طبق سلطه. الارقام كتير ولكن اطبقهم قليل جدا، ما هياش قصه طويله ولا في حاجه تحسسنا ان احنا بنعمل حاجه كبيره يعني. طيب طحال زي ما حضراتكم شايفين. طيب قول لي معلش يا شيف قبل ما اشتغل، وضح لي سلقته ازاي. جبت ميه سخنه جدا جدا جدا. طب هجيبها ازاي يا سيدي؟ ميه سخنه يا جماعه بالبويلر، جالينا الميه كويس قوي، حطيناها في حله. جبنا عندنا بصلايه قطعناها على اربعه حطيناها، جزرايه كرفس اربع خمس فصوص ثوم كسرناهم نص كسره، سبناهم يغلوا، وبعد كده حطينا حبه ملح، حبه فلفل اسمر، فلفل حصى لو موجود مفيش مشكله خالص، حبه كمون. يغلوا كويس قوي نروح منزلين الطحال. بس حاجه ناخد بالنا كويس قوي، اوعى حد يشكوا بالسكينه. لو تشك بالسكينه الموضوع هيختلف، هتلاقي الميه كلها اختلفت، تحس ان انت يعني حاجه غلط. في حاجه هيبقى حلو مش وحش، ولكن الصح ان هو ينزل زي ما هو كامل ويطلع زي ما هو كامل. بقى نقطع براحتنا وهنشوف الموضوع ماشي ازاي، بس يبرد الاول. هقطع براحتي بسم الله اهو بالشكل دوت، تقطيعه على مهلي خالص، اي تقطيعه بنحبها. وبعد كده نحمر براحتنا خالص في معلقه زيت، انا هعمله بزيت بصراحه. التقطيعه تكون كده يعني مش كبيره ولا صغيره، تكون خفيفه يعني، تحس ان هي تتاكل وتحس ان الامور في الامان. انا مش من الناس اللي احب احمر بليه او سمنه، يعني هي مش ناقصه كوليسترول اكتر من احنا فيه، احنا عارفين الموضوع مش مستاهل. خلينا ناكل الاكل يكون بطعم كويس، ما يكونش زياده على اللزوم، يعني كده زي ما انتم فاهمين قصدي ايه يعني. هقطعها كويس، واتمنى طبعا ان الحاجات دي لما تتحمر ما استخدمش الزيت بتاعها تاني خلاص، يعني هي مره ومتشكرين، مش بطاطس هي اللي نستخدمها تاني، ولا هي حاجه فراخ بانيه ولا كده. فراخ بانيه بالمره. هقول لك على طريقه سهله في تسويتها او تبريتها عفوا. الطريقه عباره عن ايه يا سيدي؟ والله ولا حاجه. الطريقه هنجيب الفراخ، صدور الفراخ، وهبدا الاول. بص بقى الحركه دي معلش يا رضوى. حطينا زيت، وهعمل اجيب عندي فصين توم، بص كده. طبعا انا بعتذر لكم، انا عارف كل المصورين اللي موجودين متجننين النهارده، رايح جاي رايح جاي، معلش. هعمل كده وهعمل كده، حلو الكلام اهو، دول في الزيت، فصين توم بالشكل ده ماشي الكلام. وهبدا اجيب عندي واحمر على مزاجي اهو. عايز اعمل ريحه في التحمير، ما يبقاش بس الموضوع كده زيت وخلاص، لازم يتحرق كده شويه عشان يديني دست كده حلو وليه ريحه حلوه اهو كده. مش هياخد مني دقايق، واقلب على طول اهو زي ما حضراتكم شايفين، وابدا اساوي. محدش يعمل زي ما انا بعمل كده في موضوع الايد ده، خلينا نعمل بشوكه احسن عشان يبقى الموضوع امن كده اهو. طيب هرجع للفراخ البانيه. هاتي عندك بصلايه مبشوره، خد الميه بتاعتها حطيها في بوله، معلقتين مستردة، معلقه توم باودر على بصل باودر، حبه ملح، حبه توابل فراخ، قلبيهم كويس قوي، اوعي تحطي زيت، فص توم مفروم، قلبي كويس قوي التتبيله وحطي فيها الفراخ وسيبيها نص ساعه او ساعه. بعد كده طلعيها، فضي من التتبيله، حطي على الدقيق مع البيض ومع اللبن مع الملح والفلفل عشان الزفاره، وعدي على في الاخر على الفيجيتار. خلصت الكلام ده كله حطيه في الفريزر، سيبيه شويه ياخد نص ساعه كده مثلا ولا ساعايه، وبعد كده ابداي طلعيه تاني وخشي على القلايه على طول. الموضوع ما فيهوش حكايه ولا زيد على اللزوم، اهم شيء الحاجه تتعمل صح. زي كده يا رضوى هواري، تعالي اهو الكبده برده، تصفى كويس، تطلع على الزيت من الزيت على المنديل عشان نمتص شويه دهون، وبعد كده نعديها على الجرجير براحتنا خالص عشان برضو تمتص شويه دهون. الزيت ده خلاص بقى مش تمام لان الرده وقعت فيه، فانا احسن لي ان انا ما استخدموش تاني في اي قلي تاني. الحاجه حاجه هدى صباح الورد. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا حاجه عامله ايه؟ استنى قعدوني ياما قوي عبال ما اجي اكلمك. معلش يا ماما اسف في فيا، معلش يا ماما معلش انا اسف. امك بص استنى حفيدي عايز يكلمك عقبال ما تفرح بابنا. ربنا يخليك يا ماما. دهون الو ازيك؟ اخبارك ايه؟ انا بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي. انت اسمك ايه؟ بيبي لسه ايه؟ حضانه. انا بيبي. اسمك مازن؟ عندي فور. عندي فور. بسامع؟
بحبها. عندك اربع سنين ما شاء الله عليك، ربنا يخليك وتفرح بابنك. الله يخليك يا حاجه وتفرحي بيه يا رب دايما. يديك الصحه وجميل الاكل الجميل اللي انت بتعمله. انت اجمل واحلى يا ام. ربنا يديك الصحه القليله دي جميله يا شيف علاء. ربنا يخليك يا ام، ده من ذوق حضرتك والله. ربنا يخليك ليا يا نور عيني، ويخلي بابا يا رب، ويخلي ماما الحاجه وكلكم يا رب. الله يخليك يا ام، ده من ذوق حضرتك. تعالى صرفنا في اسكندريه اكلك اكله سمك يا ستي. اعزمي وانا هاجي لك. انا عينيا عشانك. ربنا يخليك، تسلم عينيك. اه نمرتي عندكم خدوها، وتعالى اتصل بيا وانا اعمل لك اكله جميله واقعدك على البحر. الله يرضى عليك ويخليك دايما صاحبك واجب. الله يخليك. الله يحفظك يا رب. وانا عايزه بس اعمل تهنئه لجوزبتي في دبي، بقول له كل سنه وانت طيب بمناسبه عيد ميلاده. اسمه ايه؟ اسمه هيثم. هيثم ايه؟ هيثم الشاذلي. هيثم الشاذلي. وقول له، وقول له انت كمان يا سيف علاء، ابنه الصغير تيم، تيم الشاذلي برضو عيد ميلاده مع باباه برضو. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. والله عندنا تيم جميل زي القمر يا سيف علاء. اللهم صل على النبي، ربنا يحفظه لك يا رب. ما تفرح بابنك يا رب. الله يخليك، دعواتك يا حاجه. جوزبتي ده كان ابني بالظبط. الله يخليك يا ماما، ويديك الصحه وتفرحي بيهم دايما، واجعلوا عامر بحسك انت ست كريمه، واهل اسكندريه كلهم بامانه الله كرم الدنيا كله عندهم. ربنا يا رب يديهم معروف، ويجعلكم دايما كده مبسوطين ومجبورين الخاطر دايما يا رب. بشكرك يا امي، بشكر اتصالك، ويا رب تكون الرساله وصلت لدبي وكل البلاد اللي تحبيها يا امي. طيب الكبده زي ما حضراتكم شايفين الموضوع باين جدا. انا حاطط في النص كده حبه طماطم مشويه، حبه بصل كده مشويين، عشان الموضوع يبقى ملعوب صح، عشان الاكل الحلو ده يبقى متاكل على مزاج. هنا متشكلين كده، صفت دي كمان ونطلع على طول. وعندي كمان الناحيه الثانيه زي ما حضراتكم شايفين، احنا قلينا هنا خلاص وشوحنا وزي الفل. سيب ده شويه كده، حبه الجوز الطيب احطهم في الاخر مع حبه كمون كده على الوش اهو. وطبعا الليمونه موجوده، انا قاطع الليمون البلدي بتاعنا كمان واحده. حلو الكلام. ومن عند انا دي، معلش انتوا عارفين اني بحب كده شويه الحاجات الشطه شويه، حبه هريسه كده على الوش عشان الموضوع يبقى حلو. ونحط لها كمان بصليه مشويه كده، الطريقه بيتي، مش محتاجين نفلسف خالص، حاجه كده بيتي تتاكل، اهم شيء تتاكل. بس احنا ممكن نعمل اكل كتير بس ما يتاكلش، وده مش صح. وهنا بنحمر تاني فص الثوم حطيناه تاني، واحنا شغالين برده مع حضراتكم. وحبه كمون بالمره، معلش اهو هنا كده حبه، وهنا حبه، هو روحه كمون شويه اهو. حلو الكلام. طيب انا وانا شغال في الفاصل الشباب زمايلي جابوا لي حته لحم مفرومه، قالوا لي طب معلش احنا نسينا نحطها، لحم مفرومه ببصله اهي بملح وفلفل، وكورناها حطيناها في الدقيق ونحمرها على طول عشان تتحط مع الطاجن اللي جوه في الفرن، مش اكتر من كده. تمام. طيب احنا كده خلاص خلصنا الكبده، نطلعها على طول عشان خاطر نبقى مخلصين اول طبق لحضراتكم. وزي ما قلت لكم البصل المشوي والليمون، وكمان حبه بقدونس مفرومين على الوش. طبق كبده عجبي ده بقى مع العيش، مفيش مكرونه ولا الكلام ده خالص. كبده بالرده معموله بطريقه سهله جدا. مش سامعك، اصبري عليا. فاصل ايه؟ انت اتعديتي من شفيق، ما تقول لها حاجه يا عم شفيق. طيب سده شويه، ودي هتاخد معلقه زيت وهتتحمر وتكمل بقيه تسويتها، وده خلاص يعتبر خلص، وكمان يطلع مع حضراتكم على طول في الطبق الثاني اهو كده. نوسع شويه الامور. الكفته دي خلاص عرفنا هنعمل فيها ايه ونحمرها. ده بتنجان مشوي هقول لكم هنعمل فيه دلوقتي، ودي طحينه. تعالي معايا كده بس ثانيه واحده، ما تبقيش كده ايه، خليكي كده معايا، خليكي معايا، استنى اشيل الحاجات دي، هنطلع فصل كل حاجه بس ثانيه واحده. عايز اعمل طبق سلطه حلو كده على مزاجي يتاكل في وسط الاكل ده. طيب عباره عن ايه طبق السلطه ده؟ عباره عن رقم واحد جايب عندي نص علبه طحينه، ماشي الكلام، وجايب عندي بصلتين وبتنجان، اتنين بتنجان رومي وفلفل حار وتوم فصوص، وكلهم على بعضهم حطيتهم عندي في الشوايه او في الفرن. حلو الكلام. سبتهم يتشووا براحتهم خالص من غير اي حاجه في مين. طلعت البتنجان قشرته وحطيته في الخل مع الليمون ومع حبه ميه عشان ما يسودش. بص البتنجان عامل ازاي هوري، وده زي ما هو كده انا هبدا افصصه براحتي خالص واشيل منه البذر اهو. بص كده هوري، شيل منه البذر ده خالص مش عايزينه. وبعد كده البصل نفس التركيب، هقطعهم على مزاجي بس انا عامله مع حضراتكم برده عشان يبقى الموضوع متظبط. ده هنا خلاص كده اتحط تاني على الطبق بالشكل دوت اهو، بالثوم بتاعه اللي احنا شفناه مع بعض. والطاسه دي هحط لها معلقه الزيت تاني، معلقه واحده، بصوا قد ايه مش كتير.
وهنفضي من الدقيق ونحمر براحتنا بس لما يسخن كويس. حلو الكلام. وده السلطه هنخليها في الاخر. وتعالى نبص بصه على اللي في الفرن قبل ما نطلع الفاصل عشان نشوف الدنيا فيها ايه. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. ده تمام يطلع على طول عشان يتغرف. صينيه السجق زي الفل. وخلينا نشوف كمان ايه اللي في الطاجن اخباره ايه قبل ما نطلع الفاصل ده عشان نبقى عارفين راسنا من رجلينا وفاهمين الدنيا زي ما حضراتكم شايفين كده. بالصلاه على النبي، قال الطاجن الثاني اهو يا استاذه العزيزه، طاجن متزوق ومتظبط هو لوحده ومش محتاج مني اي حاجه. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هطلع فاصل هروق المكان ونغرف اللي اتغرف خلاص. طبقين طلعوا ونطلع كمان الطبقين التانيين، يبقى فاضل عندنا طبق السلطه. طبق السلطه ونرجع مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل. اتفضل. اهلا بيكم مره تانية مع الام هنيه. طيب فاضل عندي السلطه، هكلم طبعا على الميل اللي حصل عشان في حاجات كده يعني طلعت يا رب تعجب حضراتكم. ثانيه واحده عشان بس الامور تبقى مظبوطه ونبقى احنا ماشيين في طريق سليم. معلش، كل اللي عملناه ده كله كوم كوم تاني، والعيش ده كوم تالت. يعني ايه بقى؟ يعني لما نجيب بعد الكلام الحلو ده ثلاث اربع ترغيفه بالشكل الجميل ده كده ونحطهم في الفرن يطلعوا كده ملهلبين ومحمصين سنه كده، اكيد اكيد الموضوع يختلف. معلش طبعا كل العيش كله زي الفل وتمام التمام، ولكن انا بتكلم في كلام في الدغري. يعني ايه في الدغري؟ هو انا بتكلم بحلاوه النهارده شويه عشان انا هاكل من الاكل ده. يعني الاكل ده ما يتاكلش غير بيكون عيش كده زي ما انتم شايفين ملهلب وطالع محمص نص تحميصه ويتغمس بيه ويتقطع على نصين، يتحط جواه جرجير وتحط جواه كده كده المحمره كده وحبه طحينه من اللي نعملهم دلوقتي بس بطريقه حلوه. طيب هتعمل يا سيدي؟ هعمل سلطه الطحينه بس جديده شويه ما فيهاش صعوبه خالص. هجيب عندي الاول، هنجيب الكبه، هسهل عليكم الامور قوي بدل ما اقعد اخبط لكم بالسكينه وتك تك 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 شغل النجارين ده على القطاعه واقعد اقطع. هضربها على طول في الكبه على السريع من غير حاجه. جايب عندي واحد بتنجان او اتنين عدد بتنجان رومي زي ما قلت لكم قبل الفاصل، مشويين في الفرن ما فيهمش اي حاجه خالص، وفلفل رومي وكمان بصل كله زي ما حضراتكم شايفين اهو. ادي البصليه مشويه، هشيل بس منها القمع واقطعها كده اي تقطيعه. القمع دوت اللي هو ده معايا يا استاذ كده. فلفل حار شايلين منه كل حاجه، وزي ما اتفقنا البتنجان الرومي مقطعين كل حاجه اهو وشايلين منه البذر، والبتنجان ما فيهوش حاجه خالص غير بس ان هو ينزل بالشكل دوت اهو، صفى كويس وينزل كده كده اهو، والثوم. طيب خلاص كده يا سيدي عملت كل اللي انت عايزه. عملت اللي انا عايزه. هجيب بقى عندي ايه؟ بلاش نبهر هنا، خلينا نحط بس كمان ايه معلقه ثوم زياده عشان ده فص قليل، ومعلقه هريسه زياده، وسنه خل، وسنه ليمون. بس هنكمل كل التاني الباقي كله في البوله الفاضيه دي. هجيب عندي الكبه بالشكل ده على طول على السريع. ماشي الكلام. ونعمل كده شغل الكهرباء. متشكرين. تمام التمام. طيب وريني بقى هتعمل ايه بقى تاني. سيب ده هنا على جنب، تعال نكمل بقيه التتبيله بتاعتنا. زي ما احنا قلنا في اول الفاصل قبل الفاصل، كوبايه نص كوبايه الطحينه مش سامعك انت. طيب ماشي يا ستي مشكله يعني تهدديني يعني. زيت زيتون مش كتير، حبه خل عشان نفك شويه الامور، حبه ليمون تاني. السلطه دي بحبها جدا مع المشويات كمان، وكمان فلفل حار لو حبينا، حبه ثوم تاني لو حبينا،
نجيب بقى بهاراتنا، حبة كمون، حبة ملح، اهو بسيط قوي من تشكيلة البهارات الحلوة دي. ايه تاني؟ بلاش شطة تاني خلاص كده كفاية، حبة بلاش افتكاسات تاني خلاص كده كفاية. حلو الكلام ده كله. وهجيب عندي كمان بسيط قوي من المية، حبة ما تفك بس قدي كده، بس كده متشكرين. بالمضرب على السريع نفك شوية اهو الطحينة اللي بنتكلم عليها، متشكرين على كده. بنفكها كمان شوية، حبة مية كده اهو كده، هتربط تاني وتخف أكتر، تفتحها كمان اهو. شفت الكلام يا أستاذة؟ حبة كمون كمان، معلش كمان حبة شطة، حبة بقدونس على كزبرة، وأقلب. الكلام بدأ يحلو، بدأ في ملامح للطحينة سادة من غير حاجة خالص. فصل ثوم جوه، ليمون، زيت زيتون، معلقة خل، كل الأمور واضحة. عاملين إيه بقى؟ شايلين السكينة دي كده عشان ما نتعورش، بس أهم شيء. ونجيب كل الخليط الجميل ده هنا أهو كده اللي إحنا ضربناه. ماشي الكلام؟ نشيل كده الحاجات دي عشان حرام. قلب تقليبة حلوة بقى كده. ده بقى تمشي مع المشويات، تمشي مع الحواوشي، تمشي مع الكلام الحلو اللي عندنا ده. هي حبة سلطة من الآخر كده على مزاجنا، من الآخر كده ما فيهاش حاجة صعبة خالص، بس أهم شيء الحاجة تتشوي، لأن الريحة هتطلع طعم المشوي اللي إحنا عايزينه. ماشي الكلام؟ تعالى بقى نغرفها كده على السريع في طبق شياكة عشان نبقى مخلصين كل اللي لينا قبل ما يكون حاجة علينا. طبق كده إيه؟ ايوان كده. ونجيب سكليبر عشان نطلع كل حاجه، لان هتلاقي في حاجات قليله اهو كده. طبعا دي لو اكلنا منها وتفضل منها حبه مش هتترمي، حط تاني في التلاجه، بس نغرف منها حبه في طبق والباقي نسيبه تاني. يعني ما نطلعش دي على المائده مره واحده الا لو هتتاكل كلها. يعني ايه؟ هقول له حضراتكم لو احنا غمسنا من هنا مش تقول لا طبعا، والامور هتبقى زي الفل وتمام التمام. ولكن خلينا نتكلم للامان والاسهل في الامور، نعمل ايه؟ ناخد على قدنا كل واحد في طبقه، والباقي يتحط تاني في العلبه البلاستيك المتغطيه بتاعتنا في البيت، عشان خاطر وقت ما نبدا عايزين ناخد تاني منها حبه في العشاء، بكره في الغداء، مش هتقول لي اي حاجه خالص. انا احب دايما معلش احاسبك شويه، شيل الحاجات اللي هي كده مش عاجبانا ونلمحها. هنلمحها بايه يا استاذ؟ والله زيت زيتون على وش كده مش كتير، حطينا خلاص كده اهو. ماشي الكلام. وبسيط حبه كمون وحبه بابريكا او حبه شطه، وكمان قرن فلفل حار. معلش نحب ندلع الحاجة شوية كده عشان ايه؟ نتشجع كلنا وناكل بنفس الليمون البلدي من غير ما نقطعها ولا نفتكس فيها زي ما هي. ايه تاني؟ ماشي، جرجراية، شبتاية، كزبرهاية، أي حاجة كده قدامنا خضرة، ونعمل كده عشان ناكل ونعيش حياتنا. تعالى نطلع ده على المائدة كده. أنا خلاص خلصت كده، برده خلصت، السجق بالبطاطس خلص، الطحال اتسلق واتعمل على مزاجنا، والطاجن بتاعنا زي الفل، وحطينا عليه الكفته زي ما حضراتكم شايفين اهي اللي حمرناها قبل ما نطلع الفاصل، كله طالع بطريقه عاديه جدا. واهم شيء العيش ده يكون كده، سامعه كده؟ اهي اسمعك اهو، سامعه؟ القرمشه دي هي دي اللي تخلي الواحد ياكل وهو مبسوط ومتدلع. حبه السلطه دول بيغمس. المقصود من الاكل، معلش انا بتكلم بكل صراحه، المقصود من الاكل ان احنا نعمل اكل على مزاجنا ونعمل حاجاتنا بشكل بسيط ونضيفه، وده اهم شيء. دي كانت حلقتنا، يا رب يكون الموضوع كان سهل وبسيط. كالعاده دايما بقول لكم ميعادنا بكره في نفس الميعاد، الساعه 1:30 لحد الساعه 2:30 زي ما قلت لكم امبارح. انا بستاذنكم بس 4 ايام على السريع كده ان شاء الله، وهكون موجود مع حضراتكم ان شاء الله على الهواء. وفي حياتي طبعا هتكون موجوده لحضراتكم ان شاء الله، كل الامور زي ما هي، ولكن انا مش هوا لمده 4 ايام ان شاء الله. هرجع على طول من السفر، هكون موجود مع حضراتكم باذن الرحمن، واجازه سعيده لكل الناس، وايام سعيده لحضراتكم، وان شاء الله اللي جاي احلى. السلام عليكم.